يوم الاثنين اللي فات بدأت فعاليات الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان. المجلس ده طبعا بيتبع الأمم المتحدة، والفعاليات كانت في جنيف في سويسرا. في عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية اللي متواجدة هناك بالفعل بتشارك في الدورة دي، الدورة 39. والحقيقة أنه مجموعة المنظمات دي عقدت عدد من الفعاليات واللقاءات والندوات على هامش اجتماعات المجلس لكشف حقائق كثيرة أمام المقررين، يعني الحاجات اللي طبعاً ليها علاقة بقضايا حقوق الإنسان وتفنيد أكاذيب وادعاءات جماعة الإخوان في مصر. لسه كنت بكلم حضراتكم من شوية على الشائعات حتى، وده جزء الحقيقة من حرب الإخوان على الدولة المصرية. وأعتقد أنه أصبح في وعي كبير بده دلوقتي، أنه فكرة تصدير الإشاعات وطول الوقت تصدير السلبية والصورة القاتمة وأنه ما فيش أمل وأنه الدنيا رايحة لحاجة مش حلوة، دي كلها يمكن جزء كبير منها ما فيش شك يعني مقصود ويتم عمله عن طريق لجان إلكترونية طبعا منظمة، خصوصا على السوشيال ميديا، لأنه ده دلوقتي أكبر مجال بيجذب الناس وبيعمل تفاعل بين الناس. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عملت أو عقدت ندوة كان عنوانها الحقيقة ملفت جدا: الاختفاء القسري في مصر. وخلونا كده نتكلم شوية على موضوع الاختفاء القسري. واحنا عارفين انه الدولة المصرية من فترة مش قريبة ردت اكتر من مرة في اكتر من مناسبة وقالت انه ما عندناش ما يعرف بالاختفاء القسري، وانه الناس اللي بتتكلم على ناس مش موجودة او ناس اختفت او ناس اتخذت من بيوتها ومحدش لقاها او ما الى ذلك، الناس دي حاجة من الاتنين ملهاش تالت: اما ان هم محكوم عليهم في احكام قضائية، يعني ناس بتحاكم مش مختفيين قسريا، معروف مكانهم فين لأن الناس دي بتحاكم، يا إما جماعات أو ناس تانية بيختفوا فعلا وحقيقة محدش بيعرف حاجة عنهم ولا أهلهم ولا الدولة ولا أي حاجة، والبعض منهم بعد كده بنبص نلاقيه في فيديوهات وداخل داعش وطالع لابس لك لبسهم وماسك السلاح في إيده ومصور له فيديو بيقول وأنا انضميت لداعش وقد هداني الله، يعني خلاص فبنبقى عارفين. وفي طبعا بقى جزء اللي هو بيهاجر الهجرة غير الشرعية، ونتمنى طبعا يا رب، والدولة المصرية الحقيقة شغالة بقوة بقى لها فترة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واعتقد يعني انه حتى بدون تدخل الدولة المصرية في محاولة مكافحة ده، اي انسان عاقل بعد ما يشوف كم حالات الغرق والقتل والاختفاء والناس اللي بتعذب والناس اللي يعني بتهجر والناس اللي بتغرق الحقيقة وبيبقى مصيرها في النهاية للأسف مؤسف جدا، اعتقد انه مش ممكن يفكر في هجرة بشكل غير شرعي او غير امن وغير مضمون. فدي الاختيارات اللي قدامنا، لكن فكره انك تقول ان في اختفاء قسري ووديتوا الشباب فين ووديتوا الناس فين، يعني اعتقد حتى بقى الناس دلوقتي بتسخر من هذه الكلمات. منظمه ماعت للسلام والتحالف الدولي للسلام والتنميه ركزوا الحقيقه جهودهم كمان على قضيه الاحتجاز التعسفي وبرضه الاختفاء القسري اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي. الاستاذ ايمن عقيل رئيس المؤسسه كان في حوار تفاعلي مع يعني بعض الخبراء هناك، وكان بيتكلم على الفكره دي، فكره اختفاء قسري، وانه يعني اللجنه او المنظمه قدمت تقرير عن هذا الموضوع بيتناول ادعاءات جماعه الاخوان الارهابيه في هذا الصدد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن التقرير اللي قدمته منظمه ماعت للسلام، وازاي فندت الاكاذيب اللي بتاتي دائما على السنه الاخوان بانه مصر فيها اختفاء قسري وانه فيها كذا وكذا. خلونا ناخد هاتفيا الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. يا أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. ما الذي جاء في تقريركم الصادر من منظمة ماعت للسلام بخصوص هذا المؤتمر يعني، وعن الاختفاء القسري وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، ما أبرز النقاط التي جاءت في هذا التقرير؟ طيب يعني احنا مساء الخير على حضرتك الأول وعلى ضيوفك. احنا هنا في جنيف سواء ماعت التحالف الدولي للسلام والتنميه بنشارك في الدوره 39 في اكثر من محور، زي ما حضرتك تفضلتي قلتي كان محور مهم من هذه المحاور هو الخاص بالاختفاء القسري والخاص بمخاطر، حتى سميناه كده لما قعدنا مع المسؤولين عن ملف الاختفاء القسري في الامم المتحده، توظيف جماعه الاخوان المسلمين في مصر لادعاءات الاختفاء القسري.
وقلنا ان للاسف هذا الملف بيمكن للاخوان ان تستخدمه في الاليات الدوليه وتزييفه وتزويره وادعاءات كثيره. لا شك طبعا لما اتكلمنا مع المسؤولين عن الاختفاء القسري ان الاختفاء القسري هي جريمه سواء على المستوى الدولي او على المستوى الوطني، وهم متفقين في ذلك. وقالوا ان احنا للاسف ما قعدناش مع حد كتير ومفيش حد من المجتمع المدني كان بيتواصل بشكل جيد مع اللجنه او مع الفريق المعني بالاختفاء القسري. ذكرنا ليهم بالدليل عدد من الاسماء وعدد من الوقائع اللي كان اهمها مثلا عمرو ابراهيم الديب نجل القيادي في جماعه الاخوان ابراهيم الديب، واللي كان مع داعش ومع الارهابيين في سيناء، واللي تم قتله اثناء عمليه مع قوات الداخليه. مش بس ان احنا اتكلمنا عن الديب، ولكن كان هناك وقائع واسماء اخرى زي محمد مجدي مثلا اللي كان من مواليد كفر الشيخ، واديناهم اسماء تاني زي براء مثلا اللي كان موجود في دير العبد لو كان خريج كليه الشريعه والقانون. فقدرنا ان احنا بالوقائع وبالادله هذه الاسماء وهذه الاشخاص، كان هناك بلاغات انهم مختفين قسريا، ولكن ثبت بالدليل ان هؤلاء الاشخاص لم يكن مختفين قسريا، ولكنهم كانوا يتدربون على حمل السلاح وعلى قتل الابرياء من الشعب المصري وعلى قتل الجنود كانوا من الجيش او الشرطه، وكانوا مكلفين بتنفيذ بعض العمليات. عايز اسالك يا استاذ ايمن، معلش عايز اسال حضرتك بس في نقطه مهمه جدا. سير العمليه بتمشي ازاي؟ يعني حضراتكم كمنظمات حقوقية مهتمين أو معنيين بهذا الشأن، فكرة تفنيد الشائعات وادعاءات الجماعات الإرهابية والتدقيق أيضا فيما إذا كان هناك بالفعل حالات اختفاء قسري أم لا، دلوقتي أهالي الناس دي بتروح تقدم بلاغات وتقولوا إحنا أولادنا مختفين قسريا وأصل الدولة حجزاهم والدولة واخداهم. حضراتكم بقى كمنظمات حقوقية بتبدأوا إزاي العمل على هذا الملف، وبتفضلوا ماشيين فيه إزاي إلى أن تصلوا إلى نتائج يعني يقدر نقول إن هي مؤكدة طبعا وتصدروها في هذه التقارير، لأن دي تقارير مهمة والعالم بيطلع عليها. ده سؤال في غاية الأهمية لو وقت حضرتك يسمح يعني بدقائق قليلة. العملية كلها هي عملية متكاملة، يعني إحنا مثلا ما جيتش أتكلم النهاردة عن الإخفاء القسري دون أن يكون وارد في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان مناقشات حول الإختفاء القسري وجريمة الإختفاء القسري، لأن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان هي منها آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية. المجلس النهاردة بينعقد بيناقش 10 بنود من البند 1 للبند 10، كل بند من هذه البنود بيناقش موضوعات محددة. إذا كان لينا رأي في هذه الموضوعات فبنتقدم بتقارير مكتوبة لا تتجاوز 1500 كلمة، ويمكن ان احنا نتقدم بتقارير اخرى للجان المعنيه او للمقررين الخواص او فريق الخبراء المعني بهذا الموضوع. علشان كده بنقول احنا بنشتبك مع القضايا اللي المجلس النهارده بيناقشها، يعني المجلس النهارده بيناقش الاختفاء القسري، المجلس النهارده بيناقش حريه الراي والتعبير، المجلس بيناقش موضوع مهم جدا قالب العالم كله وهو تقرير لجنه الخبراء الخاص باليمن اللي طبعا ذكر انتهاكات كثيرة وأوضاع مأساوية هناك يا فندم، أوضاع إنسانية مأساوية بالضبط، وللأسف لم يتحدث عن الحوثيين وجرائمهم. يعني فهنا في حشد كبير موجود لتثبيت هذه التقارير، فبالتالي هي دي العملية. في لجان معنية وفي مقررين خواص معنيين، احنا بنبعت لهم بنقول لهم والله دي الوقائع، في بعض الوقائع كانوا بيذكروها اهالي المختفين قسريا قدروا يتواصلوا عن طريق بعض المنظمات الى اللجان والى المجلس والى المقررين الخواص، وقالوا ان الناس دي مختفين قسريا. احنا استخدمنا نفس الاليه، احنا بنقول يا جماعه ان الاختفاء القسري جريمه، وان لا يمكن ابدا ان ندافع عن اي حكومه او اي حد او اي نظام يقوم بعمل هذا في ابناء شعبه، لكن طبعاً. هو السؤال احنا بجد عندنا حالات اختفاء قسري في مصر؟ هنا بقى هي دي تجديد الحقيقه، ادي الناس اللي انتوا بتقولوا مختفين قسريا، اللي سافر سوريا واللي سافر ليبيا واللي موجود في سيناء، دول هاتوا لنا وقائع حقيقيه تكون الناس دي مختفيه قسريا، واحنا اول ناس هندافع عنهم معاكم. لان في النهايه لا يمكن ابدا ان احنا نقبل ان يكون هناك انتهاكات، لكن كمان لا نقبل ان جماعه الاخوان المسلمين تستخدم وتستغل الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان لتزييف الحقائق ولخداع الاليات الدوليه.
هنا احنا قدرنا نعمل طبق كبير جدا. كون انك انت موجود النهارده في قلب مجلس حقوق الانسان، في قلب الاليات الدوليه، وموجود بتقدر ترد وبتقدر تقول، وفي نفس الوقت انت بتتكلم من منطلق حقوقي وليس من منطلق سياسي، وده اللي انا ركزت عليه في حوارنا مع السكرتير العام للجنه الاختفاء القسري، وقلنا له ان الناس بتستخدم الخلط بين العمل السياسي والعمل الحقوقي. احنا هنا حقوقيين لازم نخرج كلنا من منطلق، احنا ما بنتكلمش سياسه، بنتكلم عن حقوق بالظبط كده. لكن استخدام الملف الحقوقي كملف سياسي للضغط على دول وعلى حكومات، لا. طيب. يعني هو ده. طيب بمناسبه، طيب بالحديث عن الدول والحكومات يا استاذ ايمن، في نفس الدوره على هامش، يعني الدوره 39 لمجلس الدولي لحقوق الانسان اللي في جنيف، كمان بالمنظمات المصريه ركزت انها تكشف عدد من انتهاكات النظام القطري لحقوق الانسان، سواء عن طريق المعامله اللا انسانيه للعماله اللي موجوده هناك، او التمييز ضد المراه وبعض البنود الاخرى. طبعا ده غير شق دعم النظام القطري للجماعات العنف والارهاب المستمر، ولسه ما زالوا بيقوا عناصر جماعات الاخوان الارهابيه حتى اليوم، ونقاط اخرى كثيره. ايه ابرز ما قدمتوه من نقاط لها علاقه بكشف ممارسات النظام القطري من دعمه وتمويله للارهاب في هذا التقرير؟ احنا قدمنا تقارير، وقدمنا حتى للمقرر الخاص بالحق في التنميه، وقلنا فيما يتعلق على سبيل المثال بليبيا ان ليبيا تتاخر نتيجه دعم قطر للميليشيات العسكريه اللي موجوده في ليبيا، وده مخلي اهداف التنميه المستدامه لا تتحقق في ظل هذه الظروف. المشكله الاكبر بالنسبه لدوله قطر، احنا كمؤسسه اجتماعيه تقدمنا الى المقرر الخاص والفريق المعني بالدفاع عن الحقوقيين، تقدمنا بشكوى رسميه مكتوبه ضد دوله قطر لانها استخدمت اعمال عنف واعمال ترهيب واعمال تخويف عن طريق استخدام المنصات الاعلاميه الخاصه بها ضد مؤسسه اجتماعيه السلام والتحالف الخاص بها منذ مارس الماضي. يوم 19 المفروض مساعد المفوضية هيقدم تقرير خاص بأعمال الترهيب وأعمال الترويع اللي بتمارسها الحكومات والدول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. الغريب أن التقرير صدر النهاردة لم يتم الإشارة فيه إلى دولة قطر مطلقا، ويمكن ده اللي احنا هنركز عليه يوم 19، أن احنا تقدمنا بشكوى ولم ترد هذه الشكوى في تقرير المفوضية. ليه في اعتقادك يا استاذ ايمن؟ معلش استاذ ايمن، الكيل بمكيالين. الكيل بمكيالين. طبعا طبعا، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في اكثر من دوله. المفوضيه النهارده للاسف الشديد، وده اللي حصل حتى من اول يوم تولت فيه حتى المفوضه الاسلاميه لما نزلت التقرير بتاعها او البيان بتاعها الخاص بالحكم اللي صدر بالاعدام ضد بعض الاخوان المسلمين. وده اللي اكد عليه كمان البعثه الدبلوماسيه لمصر معالي السفير علاء يوسف، ان تقريرها جاء مخيبا للامان، وتقريرها جاء على ادعاءات ولم تعكس الوضع. للاسف احنا النهارده عندنا كمان، مش عايز اقول حرب، ولكن عندنا مهمه كبيره جدا ان احنا نتصدى، وان احنا كمان نعرف الناس الحقيقه، وان احنا نكون موجودين داخل الامم المتحده علشان نقول لهم الحقيقه اهي. طيب يعني نقطة أخيرة معلش، بما أنه حضراتكم لاحظتوا أو يعني نما إلى علمكم فكرة أنه التقرير اللي طالع من الـ يعني المجلس نفسه حقوق الإنسان طبعا التابع للأمم المتحدة تغافل، خلينا نقول، أو تناسى، أو عمل نفسه مش واخد باله من ممارسات قطر يعني اللي حضراتكم رصدتوها. حضرتك بتقول انك طالبته بإعادة عرض هذا الموضوع وإعادة إدراجه في تقرير المنظمة، صح كده؟ احنا هنطالب بدا يوم 19 بإن الجلسة تتناقش، الحوار التفاعلي هيكون يوم 19 إن شاء الله. إن شاء الله، عشان ده موضوع طبعا مهم جدا. بشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. خلينا نرجع لمصر.